أهلا بكم في حلقة جديدة من بيروت اليوم. ضيفي الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ حسام مطر، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. بعد أول اعتراف إسرائيلي بتصفية اللقيص، كيف سيكون رد حزب الله؟ وهل نتجه إلى مزيد من التفجيرات والاغتيالات على الساحة الداخلية؟ هل من خطة لدى الثامن من آذار لإعادة إحياء حكومة ميقاتي كي تتولى الرئاسة بعد تعذر انتخاب بديل لسليمان؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام مطر، الباحث في الشؤون الإقليمية. لو سمحت خليني بلش من النقطة الأكثر سخونة اليوم بالسياسة، يعني بعد اتهام السيد حسن نصر الله للسعودية بالتفجيرات الثلاثة، لا سيما التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية. برأيك لماذا هذا الاتهام؟ بداية شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. الاتهام واضح قائم على مجموعة معطيات تكشفت خلال الأشهر الماضية، سواء في الموضوع اللبناني، سواء موضوع التفجيرات، أو حتى ما تقوم به السعودية في سوريا، بمعنى أن كل هذه الملفات هي متداخلة فيما بينها. وهناك اعتقاد متزايد بأن السعوديين مزعوجون جدا من ما يجري في المنطقة من تسويات، وهم يحاولون الدخول على خطها والتأثير عليها. يعني ارتكاز على معطيات سابقة، يعني حضرتك اللي تكشفت منذ أشهر، يعني هذا اتهام المباشر هو اتهام سياسي أم هناك معطيات حسية، أدلة حسية تشير أن هناك الاستخبارات السعودية التي تقف وراء هذه الانفجارات؟ الواضح أنه لو كان الاتهام فقط سياسي كان يفترض أن يعني يصدر في اللحظات الأولى من التفجيرات اللي بدأت في الضاحية الجنوبية منذ أشهر، لو كان الاتهام سياسي هو خالي من أي دلالات ميدانية. بالتالي لا، لأنه قلنا أنه سابقة، بمعنى أنها تتراكم خلال الأشهر الماضية معطيات ومعلومات عن جهات لا تقوم بالتفجيرات، فهي جهات تبين أن جزء منها موجود في عرسال وهو مرتبط بالداخل السوري الذي تحركه إلى حد ما بشكل ما المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الجو السياسي والمناخ السياسي الذي تخلقه المملكة. ثالثا يعني هذا العمل أو هذا الأسلوب في الاستخدام العمليات التخريبية والإرهابية هو أسلوب مستخدم عند السعوديين منذ 1985 عندما حاولوا اغتيال علامة المرحوم السيد محمد حسين فضل الله حتى في العراق، فهي نمط عمل. يعني قد يكون هناك عتب على حزب الله من بيئته أن الاتهام أو ذكر السعودية بالاسم قد تأخر كثيرا. كانت البيئة الحاضنة لحزب الله تطالبه بشكل دائم أنكم إلى حد ما تبتعدون عن السعودية، لا توجهون لها اتهاما، رغم أنه من المعروف في ظل كل المعطيات المتوافرة أن السعودية هي المسؤولة عن هذه العمليات. يعني جو حزب الله وبيئة حزب الله عظيم. كان لديها لكن اعتقاد مختلف. بنقطة صغيرة هون، حضرتك قلت أنه تكشفت يعني بعد إجراء التحقيقات، حضرتك عم تحكي عن التفجيرين السابقين، إنما أكثر. بالتفجير يعني الذي استهدف الأول والثاني بئر العبد ورويس، إنما التفجير بالجناح الذي استهدف السفارة الإيرانية بربما بعد ساعة أو ساعتين بالأكثر اتهم بيان حزب الله السعودية بإجراء هذا التفجير. يعني الاتهام حتى وقتها لم يكن بالاسم، بقدر ما قيل وقتها جهات إقليمية وكان بعد في حذر عن تذكر الاسم. الإيرانيين من ما يعني حتى السفارة الإيرانية وجهت اتهام نحو العدو الإسرائيلي. لكن علينا أن نلتفت أنه عندنا مؤشر ميداني، مؤشر سياسي، هناك مؤشر عقائدي يعني قائم على التشويه أو محاولة زرع موضوع التكفير في المنطقة والقول أن الشيعة هم جزء من حيبنة. طيب يعني الكفار. يعني الاتهام هو مبني على معطيات سياسية وحراك معين، منه دليل ملموس أنه السعودية هي التي، يعني اليوم بدي أعرف إذا كان حضرتك عم تقول أنه هيدا اتهام ليس اتهام سياسي، لكن الاتهام يأتي من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء عندما يقول القضاء كلمته. يعني نحن هذا بصح لو كنا بحالة بوضع طبيعي في دولة كاملة الصلاحيات، في أجهزة عم تشتغل بشكل طبيعي، يعني معنى هذا حالة الانقسام الواضح بغض النظر عن وجهة نظر القضاء والتحقيقات التي تجريها الأجهزة اللبنانية المختصة الرسمية. نعم، بالأجهزة وزير الدفاع عن خلية عرسال مسؤولة عن التفجير الأول والثاني في الضاحية الجنوبية، وزير الدفاع أعلن الأسماء يتبين أنه هي خلية مرتبطة بمجموعات إرهابية داخل سوريا مدعومة من السعودية. يعني هون الاتهام مرح بهذه الأعمال، ما بيصير الاتهام عقادة أنك بتروح بتلاقي الضابط الاستخبارات السعودي الفلان الفلاني بتقول فلان الفلاني
الفلاني جلس. هي التركيبات اللي كان نسمعها إذا بتذكر أيام ديتلف ميلس لما كان تركب الاتهام بموضوع الشهيد الحريري إنه الاتهام نسلس الضابط السوري الفلاني مع الضابط من حزب الله. وكنا نسمعها وقت تبين كله أنه هذه هيك خبريات وحدا كان خياله حصب يعني عظيم. وكنا نسمعها وقت الوجود السوري كامل لبنان كيف كانوا الاستخبارات اللبنانية والسورية تركب ملفات على اللبنانية. صحيح لكن بحينها هي يعني بذات السيناريو يعني لا تفرق بالحالة الأولى. بالحالة الأولى كان واضح دور السوري في لبنان, واضح دور الاستخبارات, واضح الأطراف السياسية كلها اللي ب 14 و8 أذار أغلبها من الطرفين كانوا عندهم علاقات مع الاستخبارات السورية. لكن تركيب الملف حينها في المحكمة الدولية القول انه لا فلان من المخابرات السورية جلس مع فلان بالشقة الفلانية وقال له بنعمل 1-2-3 وجبنا زهير الصديق وركب شهادات انه هذه الافلام. حزب الله ما عم بيقول هيك. حزب الله عم بيقول الدلائل, القرائن, طبيعة المجموعات المهاجمة, طبيعة عملها, تركيبتها الامنية, لحظة السياسية التي تمر فيها المنطقة, خطاب المملكة السعودية العالي والمتوتر تجاه التسوية, كلها معطيات تشير إلى أن السعودية تستخدم هذا النشر. بالحلقة السابقة مع زميلك أنا يعني استشهد باقتباس من نيويوركر لسايمور هيرش عن بندر بن سلطان 2007 يقول بالحرف نحن أوجدنا هذه الجماعات الجهادية, ليس لدينا مشكلة أنهم يرمون القنابل, لدينا مشكلة أين يرمون القنابل, ونحن قادرون على جعلهم يرمونها على حزب الله, إيران وسوريا إن استمرت بجزء من محور المقاومة. يعني السعودي يعترف بهذا الجزء, هذه الجماعات لا تعمل باستقلال, هناك من يعرف ما يجهزها بالنقطة يلي ذكرتها أستاذ حسام. يعني خليني طيب كمل فكرة. فبالتالي الاتهام بيجي بكل هذه السياقات, بكل هذا الجو الإقليمي. وأعتقد يعني الاتهام لما قالوا سمحت السيد كأنه قال ما كل الناس بتعرفه, يعني ما قال حقيقة جديدة بقدر ما صار أنه حزب الله سمى. طيب. بس هذا المرفق. بس حزب الله حزب الله النقطة الإضافية, حزب الله عندما يسمي السعودية ليس من باب التصعيد مع السعودية, يعني هو لا يريد أن يفتح المشكلة. يعني ليس في عند حزب الله أو حتى عند الإيرانيين مشروع تصادم مع السعوديين. ما يقول حزب الله هو محاولة للقول للسعوديين أن لعبتكم في المنطقة مكشوفة وأن عليكم التفكير بخيارات غير انتحارية وأن ترتدعوا عن هذا الأسلوب وأن تأتوا إلى الخيار مد اليد والجلوس عظيم. على طاولة الحوار. يعني بالتزامن حضرتك كنت عم بتقول أنه بيئة حزب الله كانت تطالبه دائما بوضع الأصبع على الجرح. الأمر واضح. يعني اليوم بالتزامن يعني هي رسالة سياسية إلى السعودية. رسالة مينية, من وجه هذه الرسالة؟ إيران اليوم هي التي تريد توجيه هذه الرسالة باعتبار أنه ربما تكون المساعي إيران باتجاه السعودية يعني ما زالت تتعثر. هناك مسار متكامل أعتقد بين ما قال سماحة السيد وبين المساعي الإيرانية للتقارب مع السعوديين. يعني أول شيء رسالة إيرانية, هي رسالة من حزب الله الذي هو جزء من محور إقليمي, مش رسالة إيرانية. في فرق كتير يعني ما بفش خاطرك تروح عليها. اثنين, هناك عم يشتغل مع السعوديين على خطين متوازيين. خط بيقولوه عم بيقضوه الإيرانيين اللي بيقول نحن جاهزون للتعاون, الاتفاق النووي ليس ضدكم, يمكننا أن نعمل معا في المنطقة, لدينا مصالح مشتركة, تعالوا نجلس إلى طاولة الحوار والتفاهم. الإيراني عم يعمل جولة في منطقة الخليج, عنده سعي للذهاب إلى الرياض الحديث مع السعوديين. بالمقابل لكن بهذه اليد الممدودة من إيران يقابلها من ناحية السعوديين جنون كامل, هيجان كامل, تصعيد العمليات الإرهابية في العراق, في سوريا, في لبنان. فأيضا من ناحية تانية يقول حزب الله أنكم مكشوفون, هذه اللعبة لن تؤدي إلى نتيجة, عليكم أن يعني تذهبوا إلى خيارات فيها تسوية, فيها حوار. وبالنهاية فهون السياق متزامن, يعني بمعنى حزب الله ليس لا يتدخل لتعطيل ما يقوم به الإيرانيين. حزب الله بالعكس يحاول تعزيز مسعى التوافق مع السعوديين خلال قولهم أن لعبتكم مكشوفة وسترتد عليكم ولا مصلحة لكم بها. إذن تعالوا ومدوا يدكم باتجاه إيران بإجاه هذا المحور كله. شاه محور اليوم بالمنطقة في محورين, مش إيران وبس السعودية, السعودية مع حلفاء في الإقليم بعد في وإيران مع حلفاء بعد في محاور. يعني بين بعد 22 الشهر الماضي بجنيف ما زال المحور المحورين ما زالت الجبهتين يعني متناحرتين أو سقطت المحاور؟ لا, المحورين اللي نتج عنا أن محور الذي فيه محور ما نسميه محور المقاومة أصبح أكثر انسجاما, تضامنا, التحاما, تميزات فيما بينه تقريبا ضعيفة جدا. في المقابل حصل شرخ في المحور المقابل من خلال ثنائية السعودية, إسرائيل, تركيا وقطر, بين المحور الآخر لازال منسجما, لازالت لعبة المحاور قائمة. ولكن إذا يعني المشاهدين التفتوا حصل تبريد بين الجناح القطري التركي في المحور المقابل مع
محور إيران. يعني الأتراك والقطريين هم أقرب إلى جو التسوية الأمريكية مع الإيرانيين. هناك بدأت جملة زيارات متبادلة ما بين الطرفين. في المقابل السعوديون والإسرائيليون المتضررين من هذه التسوية يقومون بعملية عكسية للتصعيد لمحاولة تعطيل أفق التسوية خلال عظيم. 6 أشهر المقبلة. بالعودة إلى اتهامات متعلقة بالسفارة الإيرانية، لا شك أنه موقف حزب الله واضح فيما يخص الاتهام. الإيراني اعتبر، وانت حضرتك قلت، انه المستفيد الوحيد هي اسرائيل واتهم اسرائيل، لكن المسؤول الايراني الذي زار لبنان اللهيان اتهم بالسفير اشخاص سعوديين، وحيث قال لن ينجح بعض الافراد بضرب الود بين الرياض. ويعني كانت رسالة إيجابية، يعني حتى بهذيك اللحظة بعض الإيراني عم بيقول للسعوديين، لكن عم بيوجه إلى أشخاص وليس إلى الإدارة ككل كما فعل السيد حسن نصر الله. لا، حتى مع سماحة السيد إذا التفت بالخطاب كان التركيز على الاستخبارات بالحلقة. الاستخبارات السعودية، يعني كرر الاستخبارات السعودية في إشارة واضحة إلى بندر بن سلطان، لأنه هناك اعتقاد عند البعض، يعني قد يكون عند حزب الله وعند الإيرانيين، أن هناك صراع أجنحة داخل المملكة السعودية وأن هناك أجنحة متطرفة يقودها بندر. بالمقابل قد يكون هناك أجنحة قريبة من الملك أكثر اعتدالا، أكثر قبولا لفكرة التسوية في المنطقة. لذلك لا يجري الآن التصويب على المملكة ككل، إبقاء خط تواصل، خط للعودة للسعوديين. لكن كل التصريح هي في سياق واحد، حتى الحديث عن الأفراد أنه كان القصد أنه هذه الأفراد بمعنى هي مجموعات إرهابية لن تؤثر على موقفنا من الرياض، كان رسالة إيجابية من الرياض حتى بعد تفجير السفارة، القول للسعوديين لا مصلح لنا كلينا في أي مواجهة، نحن نعترف بحقوقكم ومصالحكم الإقليمية. هذا حكي للسعوديين، حكي للجناح محدد داخل السعودية اللي قد يقبل بالتسوية. إيراني حريص جدا على عدم الصدام مع السعودية. عليك أن تلتفت، خلال السنوات الماضية أحد أدوات السعودية في الصراع الإقليمي هي تعتقد أن السعودية لا تمتلك مشروعا موازيا للمشروع الإيراني. عم نحكي سعودية ككل أو أحد أجنحة السعودية؟ لا، عم بحكي حزب الله وإيران إلى حد ما بعضهم مركزين، عم بيتأملوا أنه في صراع أجنحة داخل السعودية ممكن الحوار مع جناح محدد. تقديري، عم بحكي هون تقديري الخاص، المملكة بشكل عام تعتقد أن لا أدوات لها فاعلة في الشرق الأوسط، أو ليس لديها مشروع جذاب في الشرق الأوسط يواجه المشروع الإيراني. شو كان الحال؟ الحال أننا نسعر الخلاف المذهبي فنبني حول إيران جدارا من الكراهية المذهبية، فنمنع إيران من التمدد إلى العالم العربي والإسلامي. لأنه من خلال 20 سنة الماضية إيران قوتها الناعمة الشرق الأوسط كانت عالية جدا، كانت تظهر كأنها دولة داعمة لحركات التحرر، داعمة للوحدة الإسلامية، كان جزء من نفوذها في المنطقة قبول السنة بها. فكان البديل بعد سقوط الحرب 2006، كنا عم نحكي عن قوة ناعمة جوا، بعد سقوط خيار الحرب ضد إيران وحزب الله تم الاتجاه إلى خيارات القوى الناعمة، أي تغيير تصورات وأراء العرب تحديدا السنة عن إيران، والبدء برؤية إيران وحزب الله مشروع مذهبي فارسي إرهابي إجرامي يريد ابتلاع المنطقة. الإيرانيون في المقابل يقومون بمساعي لتظهير صورة مختلفة تقول لا، نحن نريد شركاء في المنطقة، الخليجيون شركائنا. يعني الإيراني ما عنده منهج تغيير النظام في السعودية، ما عنده. طيب، بالتالي حتى بالبحرين المنهج بالبحرين حزب الله وإيران بالبحرين شو طرحهم؟ عندهم طرح تغيير النظام في البحرين اللي فيه أغلبية شيعية، طرح إيران وحزب الله الإصلاح مش سقاط النظام فقط، تقاسم السلطة وبحوار بس. ما عندهم طرح إنه نحن الشيعة التريب البحرين ونحن مظلومين فناخد السلطة مثل ما بيحاول بعض يقول بسوريا. طيب أستاذ حسام، لا شك إنه حزب الله كان ينتقد قوى 14 أدار التي كانت بين مزدوجين تسارع إلى اتهام سوريا باغتيال قادة من 14 أدار، وهي كانت بين مزدوجين. ليش بين مزدوجين؟ ليه ما بدك اياها؟ لا، انه شو المعنى؟ لا، انه نقلا عن، انه انا بعتمد بين مزدوجين انه نقلا عن، انه هين ال 14 أدار كانوا يتهموا السوريين اتهام سياسي ولا لا؟ طبعا كانوا يتهمون، وفيش ضروره ضيعت لي تركيزي، خليني خليت لك سؤالي لو سمحت. كان يتهم حزب الله جماعه 14 أدار بانهم كانوا يتهمون السوري اتهاما سياسيا. صحيح. إذا بدك. صحيح. باغتيال قادة من 14. صحيح. أدار، وكان يعتبر أنه فلننتظر التحقيقات ماذا تقول. اليوم حضرتك عم تقول لو كان هناك دولة كنا انتظرنا تحقيقات، لو كذا كذا، ومبني كان رأي 14 أدار على معطيات إلى علاقة بالسياسة أكثر. صح. ما إلى علاقة بالأدلة. زيت السيناريو يلي اعتمد عليه أو حضرتك نقلت لي لا
الفارق شو الفارق؟ الفارق التفت أول أنا حكيت عن مجمل ما يجري في المنطقة عظيم. عن ظروف عن مجموعات محددة تيقن أن هذه المجموعة بالتحديد من عرسال يقودها فلان الفلان. يعني كان هناك معطيات لدى 14 وكافة اللبنانيين معلش خليني كفي لكافة اللبنانيين أن هناك مسار في التصرف السوري في لبنان وكان في كاف في اتهام واتهام واضح انه السوري النظام السوري او الاستخبارات السورية اذا بدك اختلت العديد من الزعماء اللبنانيين. سمعت من حزب الله مثلا اليوم عم بيحكي حزب الله انه هذه العملية تمت جلس فلان مع فلان مع فلان مع فلان وقام بهذه العملية وهذه العملية بغض النظر عن سيناريو ديتلف ميلس معلش يفرض معلش جداً. معلش خليني كفر اذا بتريد مرة اقول انا خليك شوي معي بغض النظر عن ديتلف ميلس انت عم تذكر خليني شوي خليك شوي بغض النظر عن أبرز تجربة التحقيق الدولي هي فترة ديتلف ميلس عظيم. نحن عم نحكي عن الاتهام السياسي يلي كان تعمله قوى 14 أدار شيك؟ شو بدك بالمحكمة؟ انسيلي موضوع المحكمة هيدا موضوع آخر. عم نحكي اليوم في اتهام سياسي و14 أدار عم تقله لحزب الله صح. يا حزب الله انت كنت تتهمنا انه نحن كنا نعمل اتهام سياسي انت اليوم عم تعمل اتهام سياسي. الفارق الآخر ال14 أدار عندما اتهمت سوريا اتهمت قامت بالاتهام مع ربطه بإجراءات ميدانية مباشرة يعني قالت يجب قطع العلاقات مع سوريا هذا نظام قاتل هذا نظام يقتل 1-2-3 لا دليل أبدا. حزب الله التفت حزب الله مثلا حتى بكلام سمحت السيد ما حكى عن أي إجراء ضد السعودية يعني ما قال نحن ضد السعودية السعودية كذا وكذا 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 ويفترض القيام بهذه الخطوات وكذا كان عم بيقول هذا اتهام نحن نوجهه لهذه الدولة نتيجة معطيات ميدانية بعد أشهر يعني الاتهام للسورية من 14 أذار كان خلال ساعات من التفجير سمحت السيد البارحة اتهم بعد أشهر من التفجير الأول تراكمت مجموعة معطيات مرتبطة مباشرة بالموضوع السوري يعني في سوريا هل هناك أحد عنده شك أن السعودية هي الراعي الأساسي لداعش وللنصرة ولهذه الجماعات وأن هذه الجماعات تتمدد إلى العرسال اللبنانية وأن العرسال اللبنانية تدخل إلى المحيط اللبناني حد عنده شك انه السعوديه قائده كل هذا المحور وهذه الجماعات عم بتشغلها وانه هذه الجماعات عم تمدد لبنان طب ما كان في شك ما فينا نقارن هذا الظرف بظرف ما بدي ارجع كثير للحقبة التاريخية السابقة لكن ما حدا من اللبنانيين لا حزب الله ولا غير حزب الله ولا اي حدا لبناني كان عنده شك 1% انه سوريا انه النظام السوري كان متحكما 100% بالحركه السياسيه والامنيه والعسكريه في لبنان مش صحيح طيب هيدا رايي لا بدي عفوا مش استاذ فادي مش هيدا رايي ولو كانت الاستخبارات السوريه ما بدي ارجع كثير لورا كانت ماسك الارض من اهم استخبارات في العالم استخبارات الولايات المتحده الامريكيه صار 11 ايلول ولا ما صار 11 ايلول وهو اهم من اغتيال حرير بألف مره ليس هناك أمن كامل في أي منطقة من العالم ليس هناك جهاز أمني قادر على التحكم بكل شيء في هناك أنتم تؤمنون بسياسة المؤامرة فيما يخص ب11 أيلول أول شيء من نحن يعني جزء كبير أو المحور محور الممانعة يتهم إسرائيل بها هي التي نفذت 11 أيلول مش تنظيم القاعدة طيب بدون ما نرجع يبقى أنه هذا خارق أول شيء ما في تصريح مثلا حزب الله ما عنده هذا التصريح الرسمي بهذا الشيء اللي أنت عم جو شو هاتي بالجو هلا طيب. الجو كل العالم عنده أجواء اثنين انه مثل ما اقول ما في جهاز يعني ما في امن كامل يعني ليس قيام اي عملية خرق امني من فسره تلقائيا من قول بما انه صار خرق امني فالجهاز الامني المفترض هو الذي قام بالعملية وإلا حزب الله طيب غالب عوالي والشهيد علي صالح اختيروا في قلب الضاحية الجنوبية الشهيد حسان اللقيص اختيل في قلب الضاحية الجنوبية الحاج عماد مغني اختيل في قلب دمشق فهذا ما فينا نستدل من هذا الاستدلال انه لانه السوريين هنا متحكمين بالوضع طيب بعد وصول 14 اذار الى السلطة واصبحت الاجهزة الامنية عندها صارت اغتيالات يعني 14 اذار هي التي قامت بالاغتيالات طيب مش خليني كفي بالمحور يلي نحن عم نحكي فيه لا شك انه حزب الله على لسان السيد حسن نصر الله اتهم جهات سعودية الرئيس نبيه بري يريد إجراء وساطة بين إيران وبين السعودية على الأقل فيما يخص الملف اللبناني تما نكبر الحجرة كتير لأن خلافاتهم أكبر بكتير من الشأن اللبناني كمان هون في تكامل نعم عمل على بأي العمل على خطين موزيين خط فتح باب للسعوديين للتسوية وخط يقول لهم لأن حزب الله لديه معطيات تقول أن خلال الأشهر المقبلة السعوديون سيحاولون استخدام مزيد من العنف في الداخل اللبناني وفي سوريا في محاولة تعطيل التسوية حزب الله عم بيبادر من الآن للقول للسعوديين أنتم مكشوفون أنتم تقومون بهذه الأعمال
من باب قد يجعل السعودي أكثر قلقاً، يجعله أكثر حرصاً، يجعله يعيد حساباته بأن نحن مكشوفون أمام الرأي العام العربي واللبناني بأن نحن من نقوم بالتفجيرات. بالتوازي الإيرانيون ودولة الرئيس بيحاول يعمل مبادرة، مد اليد إلى السعودي القول لا تخافوا من التسوية، نحن لسنا خصومكم في المنطقة، قادرون على التفاهم. هاي الأمور بلشت. لكن ربما كلام السيد حسن نصر الله يعطل زيارة الرئيس نبيه بري إلى السعودية، يعني أجرى محادثات بطهران، هذا مرتبط، أخذ موافقته، حكي مع الرئيس سنيورا ساعتين ثلاثة أنه تم يقفز فوق طيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، وعلى أساس أنه دائما بنسمع أنه الرئيس نبيه بري سيزور السعودية لفتح هذا الموضوع معه. حسابات الدول لا تبنى على أساس أن طرف ما اتهم السعودية، يعني إذا كان السعوديون لديهم رغبة حقيقية في السير في التسوية لم يؤثر ذلك على ما قال سماحة السيد. أن حتى في تصريح سماحة السيد كما قلت قال الاستخبارات السعودية ترك مجالا أوسع لشرائح أخرى داخل صنع القرار، إدارة صنع القرار السعودي، لم يقل أن علينا أن نقاتل السعوديين، لم يقل أن علينا معاداة السعوديين، لم يقل أن علينا طرد السعودية من لبنان، ما قال كل هذا الخطاب. قال في جهاز بالسعودية مسؤول عن هذه التفجيرات بس هالقد، ما رتب عليها آثار سياسية معادية للسعودية، لأنه عارف سمحت السيد أن في لبنان لا يمكن أن تسير التسوية إلا إذا كانت السعودية جزءا منها. يعني مش أول اتهام، يعني مش كتير ناس تفاجأت بهذا الاتهام، لأن في تراكمات بكلام السيد حسن نصر الله. واضحة السعوديين شو عم يعملوا، يعني إنه منه هاي أول، يعني مش من شهر، يعني ما تأخر كثير هذا الاتهام، يعني في تراكمات بخطابات السيد حسن نصر الله، دائما كان يشير بالإصبع إلى دول الخليج ومثل بعدني بتذكر انه والحرف الاول من اسمها هي المملكة العربية السعودية. هذا حديث من اسبوعين ثلاثة. طيب بالنهاية اكيد اللي عم يعملوا تفجيرات مش جايين من كوكب المريخ، بالقطع هناك صراع في المنطقة واضح. طيب قد ما حزب الله حاول يخفف موطأة الصراع وحاول يجاهل السعودية عشان ما يعمل توتر مذهبي، لكن السعوديين في اصرارهم على الاستمرار بالمواجهة طرح حزب الله بالقول نحن الآن مضطرون للقول السعودي للسعودية أن جهاز مخابراتكم هو الذي يفجر وعلينا أن نجد حلا، لأن هذا المسار سيؤدي إلى تصعيد كبير في لبنان والمنطقة، لن تستفيدوا منه، خياركم في التسوية التي تقوم في المنطقة. طيب من قتل حسام اللئيس بعد البريك لو سمح؟ مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ حسام مطر. أستاذ حسام، خلينا نروح إلى الشق المتعلق باغتيال حسام اللقيس، لكن بتوطئة صغيرة، لماذا استهدف هذا القيادي في حزب الله؟ يعني في سياق الحملة والحرب الدائمة التي تجري ما بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، حرب الأدمغة وحرب الاستخبارات، بالنهاية هو قيادة من الصف الأول، وهناك بنك أهداف إسرائيلي في مجموعة شخصيات قيادية من حزب الله، ويبدو أن أصبح يعني توفرت كل المعطيات وكل الظروف التي تجعل العملية ناجحة، فعمل طبيعي يعني جدا. يعني طيب إسرائيليين واقعيين بيعرفوا من خصمهم، طبيعي توجهوا لاغتيال شخصيات لها دور عظيم أساسي في هذا. إسرائيل تعرف من خصمه اليوم، السؤال الحزب يعرف اليوم من خصمه؟ طبعا هناك. طيب يعني في مقاربة بسيطة جدا، حزب الله يتهم بالتفجيرات السعودية ويتهم إسرائيل باغتيال اللقيس في ظرف واحد، يعني بعد ساعة كان عم بيقول هذه السعودية عملت هذا الشيء، تم اغتيال أحد قادته، كيف نقدر نفصل اليوم؟ هذا دليل أن اتهام حزب الله لم يكن اتهاما سياسيا، وإلا كان حط الاتهام عظيم كله على إسرائيل. شو بدك بالدليل المتعلق بالسفارة اليوم؟ على ماذا بنى حزب الله ليقول هذه هي إسرائيل التي اغتالت حسام؟ أولا بما نوجه الاتهامين مختلفين، فلو كان في اتهام سياسي بنضم معطيات كان وجه لجهة واحدة. المعطى في الجريمة الحالية أن أسلوب أول طبيعة الشخص المستهدف، طبيعة يعني حتى التغطية الإعلامية الإسرائيلية لما حدث، الشخص مكتوب عنه في الصحافة الغربية في كتاب لماثيو ليفيت أمريكي صهيوني كاتب، يعني ذكر اسمه باعتبار أنه كان مسؤول عن ما يسمى خلية كندا لشراء أسلحة من كندا. طيب فهناك جو أن هذا شخص قيادي لديه محاولات اغتيال عدة سابقة. آلية وأسلوب التنفيذ عملية بهذه الكفاءة العالية لا يمكن أن يقوم بها إلا جهاز الموساد الإسرائيلي، يعني هناك المصلحة ما يسمى الدافع في القانون، وهناك الإمكانية وهناك آلية التنفيذ، كل هذه المعطيات تشير أن الموساد الإسرائيلي هو المنفذ. بعد عمليات واضح أن استغرقت شهورا طويلا، رصد جمع معلومات استطلاع طريقة التنفيذ لمعرفة نمط تحركات الشخص، وتم استهدافه، وهذا عمل روتيني عند الاستخبارات الإسرائيلية. مبرر الخرق
هذا الخرق مبرر؟ اليوم صحيفة السفير نعم حقيقة توصل لخيوط مهمة تبين البصمات الإسرائيلية الأكثر وضوحا، ضاف أن التحقيق يركز حاليا على 3 محاور. الأول، كيفية وصول المجرمين إلى البناية التي يقطنها اللوئيس، سواء كانوا إسرائيليين أم عملاء، والأرجحية أن يكونوا أعتقد إسرائيليين. يعني صح هون صح القبضة الحديدية أمنيا لحزب الله على المنطقة، لا سيما لحماية كوادرها. يعني كيف فينا نبرر اليوم هذا الخرق؟ فينا نبرر أن كل منظومة أمنية في العالم ليست محصنة من الخرق. يعني نحن عم نتحدث عمر حزب الله قديش تجربته؟ 30 سنة. من 30 سنة حزب الله عانى من 4-5 عمليات اغتيال على مستوى قيادية. ب 30 سنة رقم مقبول بيعني منظمة حصينة قوية. ما في منظمة بالعالم بتعمل تقفيل، يعني تسكر كل الأمن وبتعمل تغطية لكل مجاهديها أو لكل كادرها العسكري، فهذا مفهوم جدا. لكن اليوم في مش هون في استنفار في أعلى درجاته لدى حزب الله. صح، تلتفت مين خصم حزب الله؟ يعني من علينا أن نلتفت حجم ما بنعرف. لا لا أنا ما بعرف. أنا بعرف. حجم الموارد. مين الخصم؟ حجم الموارد. مين الخصم؟ إسرائيل تعتبر أن حزب الله هو خصمها الأساس في المنطقة، وحزب الله يعتبر أن معركته الأساسية وأصل وجوده هو مقاومة إسرائيل. لكن وين يعني الإشارة المهمة؟ حزب الله هي أهم أو مش أهم، هي من أهم جهاز استخدملك، أهم جهاز من أهم أجهزة استخبارات العالم، توجه أهم أو أكثر مواردها وعناصرها وإمكاناتها الاستخباراتية ضد حزب الله. فطبيعي كل هذه الموارد موجهة نحو هذه المنظمة أن تنتج بين عدة سنوات نجاحات محددة، خاصة في بيئة أمنية لبنانية مكشوفة. هناك خروقات للموساد الإسرائيلي في الأجهزة الأمنية اللبنانية كما تكشفت خلال السنوات الماضية، مجموعة ضباط في الأمن أعتقد الأمن العام والجيش وإلى آخره. ثلاثة، بلد مكشوف بالكامل، المحكمة الدولية استطاعت سحب كل الداتا المرتبطة بلبنان، عرفت بيوتهم، أرقام تليفوناتهم، أولادهم أي مدارس، سجلاتهم الطبية. فالبلد مكشوف، في توتر بالبلد، بمقابل جهاز استخبارات من أهم أجهزة الاستخبارات يضع مئات ملايين ومليارات الدولارات ومن أجهزة التنصت والمراقبة والملاحقة. طبيعي رغم الإجراءات التي يقوم بها حزب الله، لكن موارده محدودة، أن يحدث اختراق عظيم بين فترة وأخرى. حسام لحظة شوي، لا شك اللي عم تقوله جيد جدا، إنما بئر العبد والرويس والسفارة الإيرانية إضافة إلى اغتيال اللقيس من خرق لأمن حزب الله؟ بلا. طيب يعني انت عم تقول لي عملها 30 سنة في عمليات محدودة، بظرف شهرين او ثلاثة في انفجارات هزت امن حزب الله. معلش خلينا نقولها يعني عم بقول انه امن حزب الله تم خرقه، لكن انه هذا الخرق عم بيقول بهذا المستوى هل يجعل انه المنظمة انهارت امنيا؟ ما عم نحكي انهارت امنيا، طبيعة عم نحكي عن منظومة امنية لدى حزب الله. طبيعة الحال اي منظمة في العالم واي دولة في العالم تعاني من فوجوات امنية بين الحين والاخر، وهذا امر طبيعي، يعني مش مستهجن هالقد. انت عم تخوض صراع بهذه الشراسه وعم بيقول لك خصم حزب الله اهم جهاز استخبارات في العالم، طبيعي يقدر يحقق نجاحات بين الفينه والاخرى. لكن ب 30 سنه كان حزب الله منظمه قويه، يعني خليني عم بحكي كنت انا عم اغتيال قيادات قلت 5 أو 4، بس تفجيرات لها وضعها الخاص. طيب اذا بتتذكر، انا ما كثير بتذكر، بس انه ربما تكون من العمليات القليله جدا التي يتم فيها الاغتيال بكاتم. صحيح. يعني بيوصلوا على قلب بيته، ممكن يكون بصاروخ، ممكن يكون بدمشق امبلي، ممكن يكون بعبوه ناسفه، بس اليوم هذا الخرق بقلب بيته، يعني شو عم نحكي بالتحليل، يعني ما بدنا التحليل. اول شيء المنطقه المستهدفه هي منطقه على تخوم الضاحيه الجنوبيه، يعني يبعد الاستراد الذي فرق باتجاه الجنات اعتقد عشرات الامتار فقط. ثانيا، الاستهداف صار في موقف مرآة بالبناية. هلأ اسلوب الاغتيال بكاتم صوت قد يكون ايضا رسالة من الموساد، هي رسالة استفزاز لحزب الله، رسالة القول ان تمكننا من الوصول الى هذا القرب منكم ولا تنفيذ عملية نظيفة بهذا الشكل. قد يكون من هذا الاطار، يعني توجيه رسالة معنوية، لانه حتى اسلوب العملية له علاقة بالرسالة التي توجهها للخصم. يعني كل ما كانت الحرفية أعلى، كل ما تستفز الخصم أكثر، كل ما تظهر للرأي العام أنك أفعل، أنك أقوى، أنك لا مستبعد فرضية أن تكون المعارضة السورية أو الاستخبارات السعودية هي التي تقف وراء عملية الاغتيال. ليش مش المسخال يعني المعارضة علماً السورية؟ علما أنه يقال أنه حسام اللقيس حسام اللقيس هو من أحد القادة العسكريين في القلمون ايضا، يعني غير او يلعب دورا مهما في المعركه في لا سوريا. علاقه طبيعي. حتى كل الاخبار التي نشرها الاسرائيليون بالامس ونشرت في الصحف اللبنانيه كلها تشير يعني ان الشهيد ليس له علاقه بالملف السوري، موضوع مختلف تماما، له علاقه مباشره بالصراع مع اسرائيل. لماذا ليست المعارضه السوريه؟ اليوم المعارضه السوريه عم بتقول ربما ما ربما ما مزدوجين. انت ما بتحب المزدوجين، بين مزدوجين ان يكون
قتل في القلمون نقلا عن المعارضة السورية. هلا هو الزكزكات الإعلامية يعني مش ملائمة لا لمستوى المحطة ولا مستوانا نفوت فيها. ليش مش معارضة السورية؟ أولا نحن في شيء بيسموه بالأمن يعني اللي بيدرسوا أو بيقروا كتابات أمنية في شيء بيقول اسمه أسلوب عمل الجهة. المعارضة السورية لا تمتلك الكفاءة ولا القدرة ولا المعلومات الكافية لتنفيذ هذه العملية. وليش مش الاستخبارات السعودية؟ لأنه حزب الله ما عنده دليل على الاستخبارات السعودية. يعني بالأصل لما يقتل كادر من حزب الله الأصل يتوجه إلى إسرائيل إلى حين ثبوت العكس. ما ثبت أنه الاستخبارات السعودية متدخلة مباشرة. هل تدخل بجمع المعلومات، تدخل بدور ما بالتعاون مع الموساد؟ كمان هدف رد. طيب. ما فينا نثبتها. واضح أن الموساد عليه الإجراء. خلينا نقول هون إشكالية العلاقة بالنقطة اللي أنت طرحتها عن فرضية أنه قتل في القلمون. تبعت البارحة تصريحات وتعليقات الصحف تابعة ل 14 أذار يعني تيار صحيفة المستقبل بتقول هل هي عملية اغتيال أم تصفية داخلية؟ شو الاستدلال أنها تصفية داخلية؟ بتقول لأنهم يعرفونه جيدا وبيته ومساره. طيب ما كمان اللي قتلوا الرئيس الحريري بيعرفوه جيدا ومساره وقتلوه، كمان خلينا نقول أنه الرئيس الحريري قتل في تصفية داخلية. الاستهانة بشهداء المقاومة الذين تقتلهم إسرائيل من قبل مجموعات لبنانية يؤدي ايضا من الاخرين ان يستخفوا بشهدائكم. ما بيجوز هذا الكلام. يعني انت عم تحكي عن شخص قتلته اسرائيل تيجي بتقول انه ايه يمكن عم يصفوا بعض. الموقع الكتائب ينقل ايضا مقاله عن السياسه الكويتيه بنفس الاطار، موقع القوات اللبنانيه بيعمل مقال كمان تلميحي. طيب انه خلص لكن كمان كل شهدائكم اللي انقتلوا خلال الفتره الماضيه هن قضوا التصفيات الداخليه. يعني هذا المنطق بين... هذا طيب. المنطق بيعمل توتر بالبلد، هذا المنطق ما بيحقق نتيجه، هذا المنطق شو بيعمل؟ عم بيقول نحن عم برق اسرائيل، انتم شغلتكم يعني هذه الصحف شغلتها. طيب. اول شيء تقول لك الرئيس السنيوره طيب. بيقول عظيم. كمان لا خلينا نكمل بس انه دقيقه اقل من دقيقه خلص وصلت الفكره. يا الرئيس السنيوره بيقول انه الاتهام المستعجل لاسرائيل ايضا يوتر الجو. كمان كل هالاصوات مش شغلتها تطور التبريرات. كمان ما كان لازم يتهم السعوديه، لازم ياكد انه اسرائيل هي اللي عملت السفاره. يعني لما بالموضوع السفاره مختلف، يعني ممكن واحد يفهم شو الخلفيه، بس موضوع اسرائيل شو الخلفيه. طيب بين اسرائيل والسعوديه يعني وين فينا نحطهم اذا فينا نصف الاعداء بالاولويه؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة لحزب الله. لا بالنسبة لحزب الله الأمور واضحة، الأمور واضحة. حزب الله يقاتل، أصل مشروعه هو مقاومة إسرائيل باعتبارها رأس متقدم للمشروع الغربي اللي هيمن على المنطقة. بيصيروا البقية كلهم أدوات قابل التعايش معهم. حزب الله ما عنده يعني حتى تجاه السعودية. حزب الله اليوم تركب تسوية بالمنطقة، بكرة سعد الحريري بيصير رئيس حكومة. عد ليها هيدي ولو المشروع الغربي للهيمنة على المنطقة. حزب الله بخلفياته الفكرية والثقافية والعقائدية. إسرائيل. إسرائيل هي رأس الرمح. هي او ما يسميها بعض الامريكيين هي جزيره كوبا الامريكيه في الشرق الاوسط. يعني اسرائيل هي العدو الاساسي، هي راس الرمح الغربي في الشرق الاوسط. في الشرق الاوسط اليوم انتم اتفق لكمل. طيب. السعوديه هي تؤدي دور مساعد لهذه الهيمنه، لهذه القوه في الشرق الاوسط. يعني هي الولايات المتحده هي منخرطه في هذا المحور، لكن حزب الله ما عنده سياسه عداء ومشروع صدام مع السعوديين. حزب الله يسعى الى اخراج السعوديه من هذا المحور وفتح اطر تعاون معها هلا، بس مع اسرائيل لا، قتال وجودي، صراع وجودي، موضوع مختلف. عظيم. تماما. إسرائيل هي الرمح الغربي، رأس الرمح، رأس الرمح بين مزدوجين كمان. الغرب اليوم في هو علاقة هو رمح متعدد الرؤوس. روش التكفيريون لا 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 لحظة 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 بكمل عليك طول بالك طول بالك. الغرب اليوم إيران علاقتها مع الغرب خطت خطوة متقدمة جدا جدا جدا. يعني عمرها كان لازم هيدي تكون من 30 سنة. هذا العداء عمره أكثر من 30 سنة مع الغرب. اليوم في تقدم كتير كبير بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران وكافة الدول الغربية، وترجم بجنيف الثانية جمع الكل ست دول بجنيف النووي. عظيم. كيف اليوم العلاقة بين إيران والغرب بعد الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر؟ أولا من 30 سنة الإشكالية ليست أن إيران هي بدلة العداء للولايات المتحدة. بداية الولايات المتحدة هي متورطة في الشرق الأوسط من 60 عاما، وهي أفشلت أحد الانقلابات بال 53 الذي قام بها الشعب الإيراني وأعادت الشاه إلى الحكم. فبالتالي الولايات المتحدة هي التي تدخل في المنطقة وهي التي تستجلب العداء. طيب. لها يعني إيران لا تبتدئ أحد بالعداء. واحد اثنين نعم لازالت هناك عداء ما بين الإيرانيين والأمريكيين. ما جرى هو تسوية ما بين أعداء وخصوم كما تجري في كل العالم وفي كل التاريخ. كل الصراعات دائما الأعداء بيقعدوا بيوصلوا مطرح من المطارح بيلاقوا توازن. تفاوضون الشيطان. طبعا طبعا.
كيف؟ طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان يفاوض الكفار. يعني اليوم بعد جنيف وما قبل جنيف كان في محادثات عمرها 8 أشهر بمسقط، مفاوضات سرية بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية كانت برئاسة محمود أحمد نجاد يلي كان يرفع راية الشيطان الأكبر. مفاوضات سرية؟ طول بالك. ما مش صحيح. هلا أنت بتبني على الصحف، كل الناس عم تبني على الصحف. مش أي صحف، في صحف كتير شغلة بتفرق. يا خيي صحف أمريكية وفرنساوية. طيب شو ما كان. الجواب واضح. طيب اليوم بعد جنيف، اليوم بعد جنيف في علاقات ستعود، علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين. مش معروف بعد خلينا نشوف المسار. ليش عم بتخفف من أهمية التقارب الأمريكي الإيراني؟ أولا لأنه ما صار اسمه تقارب، بعدنا نحن بمرحلة أن كلا الطرفين تراجع خطوة إلى الخلف عن حافة الهاوية. كلا الطرفين وصل إلى نتيجة أنه لم يعد من هناك من مصلحة لاستمرار التوتر. الأمريكيون قالوا هذه حدود قوتنا، هذا أكثر ما نمكن أن نحققه تجاه إيران من خلال الضغط الاقتصادي، وعلينا أن نقبل أن إيران يحق لها تخصيب الإيراني بحدود محددة، وأن إيران هي دولة إقليمية في المنطقة لديها مصالح مشروعة. أوكي. الإيرانيون في المقابل حققوا حالة أنهم قوة نووية وأنهم قوة إقليمية، تراجع عن بعض التنازلات الهامشية وأخذوا هذه الحقوق. بغض النظر من السبب، هي نتيجة اليوم صمودهم في المنطقة لمدة 30 سنة. فهذا التوازن أنتج اتفاق ما بين عدوين كما يحصل ما بين أعداء في كل التاريخ، بيوصلوا بلحظة ما بيقولوا هلا تسويه بتحقق لنا مصالحنا، بيعملوا تسويه، واحد بياخذ 40%، واحد بياخذ 60%، واحد بياخذ 30%، واحد بياخذ 70%، بالتسويه اخذوا تراجع الايراني خطوه الى الخلف وتراجع الامريكي 10 خطوات. ان شاء الله يكون الايراني محقق كل الانتصارات وكل الانجازات بهذا الاتفاق. اليوم العلاقه بين الولايات المتحده وايران بعدها شيطان اكبر، بعدها هي العدو الاساسي في هذه المنطقه او لا؟ صح، إلى الآن هي كذلك. يعني ما سمعنا لإيران، ما سمعنا حتى السيد حسن نصر الله ما عم يحكي بهذه الحدية عن الولايات المتحدة. هلا بعض الاتفاق جديد وبعض الخطابات يعني ما فينا عمره 6 أشهر، يعني مدته 6 أشهر للخطوة الأساسية الرئيسية في مرحلة مؤقتة 6 أشهر من تجربة هذا الاتفاق لفتح مسار آخر، لكن إلى حين أن يأتي هذا المسار ما نشهده الآن خصمين عدوين قاما بتسوية تعكس توازنات القوى الجديدة، العداء لا زال قائما ومستحكما. أحد الأمريكيين يقول أن العداء ما بين الدولتين أصبح مؤسسة قائمة بحد ذاتها ومن الصعب تجاوزه. ستبقى لأن علاقة إيران بالولايات المتحدة ستتأثر بسياسة أمريكا في الشرق الأوسط. يعني هل الموضوع الصراع العربي الإسرائيلي أمريكا كيف عم تقوده في مجموعة معطيات؟ بعد عندي 3 دقائق بس، معلش عم تستطرد كتير، بدي روح للصحافة العربية آخر شيء، تفضل. كتب وليد شقير في صحيفة الحياة مقالة بعنوان قلق نصر الله مما ورد في هذه المقالة، بات حزب الله يعيش اللحظة الراهنة وسط الشطط عن اهتمامه الاستراتيجي الإسرائيلي الذي يكون عادة مرتاحا أكثر في التعاطي معه. لا شك في أنها لحظة مقلقة له قد تنقله إلى حافة الغضب إذا صح ما يقال عن أن مواقفه الأخيرة هي انعكاس لتبادل الضغوط في إيران نفسها بين الحرس الثوري وبين الجهاز الحكومي برئاسة الرئيس حسن روحاني حول التسويات الإقليمية والمدى الذي يجب أن تذهب طهران في السعي إليه. هذا السؤال، هذا الجواب. لا، الأجنحة اللي يعني يتحدث عنها في إيران هي فقط بأوهام البعض وخيالاتهم. واضح يعني ساعة منقول إيران بس بدنا إيران هي ولي الفقيه ونظام شمولي وهناك مصدر قرار واحد للسلطة ولا تنوع في إيران، وبس بدنا نرجع نركب إنه لا، بإيران في أجنحة متصارعة، هناك انسجام واضح بين الولي الفقيه وبين الحكومة. وحكي سماحة السيد علي الخامنئي عن المرونة البطولية وأنه يجب أن نأخذ الوقائع بعين الاعتبار وأن نراعي مصالحنا في اتفاق على هذا التوجه. ما في هذا صراع المصالح. حزب الله مدرك أن هناك عدة جبهات فتحت عليه. أعتقد فلتمان من سنة تقريبا قال في لبنان بتسريبات أحد الصحف سأقضي على حزب الله بألف طعنة وطعنة، يعني مش قادر حربهم حرب واضحة وعلانية، اجمع حواليهم كثير من الأعداء وكل طعنة صحيح ما أقدر أعمل طعنة قاتلة لحزب الله لكن بضعفه بألاف الطعنات. حزب الله يعني يدرك أنه يواجه أعداء شرسين كثر يلتفون. سقطت هذه المقولة التي تحدث عنها فيلتمان بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ كما قلت أعتقد الصراع لازال قائما حتى اللحظة، يعني الأفق 30 سنة من العداء بين الدولتين، العداء العميق أيديولوجيا وفكريا وسياسيا واستراتيجيا لا يمكن تجاوزه في سنة أو سنتين. نحن ما نشهد الآن فقط تبريد مع تبريد رؤية كيف سيتغير المنظومة الدولية. أساس أنا ما عم بقتنع أساس حسام أنه اليوم ربما تطبع
العلاقات، إذا ما بدك تقول بالسياسي والدبلوماسية، على الأقل العلاقات التجارية الاقتصادية بين الولايات المتحدة. كانت موجودة قبل عقبات، في شركات أمريكية بتستثمر في إيران وإيرانيين، هذا ينفي مقولة أن إيران دولة مجنونة. نشهد اليوم إيران دولة عقلانية تحسب سياساتها بشكل واضح، وهذا يعني يساعد يفترض اللبنانيين أنه إيران دورها في لبنان أيضا يعني مش خيارات انتحارية. يعني متى ستطبع العلاقات؟ بينما السعودية دولة تتصرف في جنون كامل، لا، إيران دولة لها مصالحها تتصرف بشكل عقلاني، ممكن تفاهم معها، ممكن الكلام معها، على أي أساس تتفاهم؟ مبادئها الأساسية اللي هي تتبناها باعتبارها ثورة إسلامية. وماذا عن القضية الفلسطينية؟ وين صارت بالثورة الإسلامية؟ هي في بعد لحد الآن بعدها هذه عندما تتخلى إيران الجمهورية الإسلامية عن فلسطين لا تعود الثورة الإسلامية ولا نعود معها. بس تخلى الجمهورية الإسلامية عن فلسطين. عم تتفاوض مع الشيطان. وعم يجي هذا الشيطان نحن كمان بين مزوجين انه يبني علاقات اقتصاديه ويستثمر بالنفط بفكر او يعني سيره عند الاسلاميين سيره الرسول. الرسول هو الشخص الاقدس عند المسلمين، فاوض اليهود وفاوض كفار وعمل وفاوض المشركين وعمل معهم تسويات وعمل معهم اتفاقات. الاسلاميين ليسوا مجانين، الاسلاميين كمان ناس بياخذوا الوقائع السياسيه بحسبها، صحيح بيكون عندهم خلفيه عقائديه، عندهم اهداف، عندهم قيم كبيره، ولكن مش معزولين عن الواقع. مش ناس فايتين بس عم بيقتلوا مجرد للقتل، لا، بياخذوا توازنات القوة بالواقع، بياخذوا الوقائع بعين الاعتبار، بيناوروا بالسياسه، ولكن بشرط حفظ مصالحهم او اهدافهم. السؤال الاخير بهذا الاطار، هل سقطت القضيه الفلسطينيه من القاموس الايراني؟ لم تسقط ولن تسقط الا بعد ان يسقط النظام الاسلامي في الجمهوريه الاسلاميه. اذا سقط النظام الاسلامي في الجمهوريه الاسلاميه يمكن ان تسقط القضيه الفلسطينيه، وإلا لأن جزء من هوية النظام الإسلامي في إيران أنه تبنى القضية الفلسطينية فعلا وخطابا وقولا. أنت قلت إلا إذا سقطت الجمهورية الإسلامية وليست إذا سقطت إسرائيل وأزيلت إسرائيل من الوجود. كمان ممتاز، عظيم. عند هذه النقطة أنا بشكرك أستاذ حسام مطر الباحث في الشؤون الإقليمية، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تابعونا على تويتر وفيسبوك على موقعنا الإلكتروني mtv.com. إلى اللقاء.